بروح الزهرج لنات مسخية يا بلاد الخير يا بلاد السبعة وليا راكي من ربي مهدية تبردي تبردي بالخير تبردي تبردي بالخير ومن اللي ترابك تغربلو العجال مدينة ميسور راكي على راسي تاج نحن الآن في اليوم الأول من مهرجان ميسور وفي الافتتاح الرسمي كما تتبعتم عام في واحد الحضور مميز للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بولمان السادة البرلمانيين السادة رؤساء الجماعات المنتخبين رؤساء المصالح الفاعلين الجماعويين بالمدينة. إذن كان افتتاح جد مميز وجد مهم بحيث عرف فقرات فولكلورية عرف فقرات في فن حيدوس في فن العلاوي كذلك تخلل هذا الافتتاح طلقات لفرق تبوريدا التي أتتت هذا الحفل التي ميزته بالخصوص. إذن الافتتاح مر في جو جد ممتاز مر في أجواء فرح وسرور للجميع. تخلله توزيع جوائز على جميع الفرق الفائزة في المسابقات الرياضية التي أقيمت قبل هذا اليوم ديال الافتتاح. تم توزيع جوائز في رياضة كرة القدم، في رياضة كرة اليد، في رياضة كرة القدم ذوي الاحتياجات الخاصة، في الرياضة النسوية، كذلك في كرة اليد والسباق على الطريق. إذن مهرجان ميسور غادي يعرف أنشطة جد متميزة. التنشيط كذلك غادي يكون من الطاقات المحلية والفنية. يوم غادي ان شاء الله سيعرف صباحا غادي يعرف احتفالا دينيا بهيجا بضريح سيدي الولي الصالح سيدي بوطيب بمدينه ميسور، حيث ستقام هناك الجائزه الختاميه والنهائيه لدوري في حفظ القران الكريم وتجويده، وسيتم تكريم كذلك بعض الائمه المتقاعدين. مساء ستجرى باقي المقابلات النهائيه في كره القدم كبار في دوريات فنون الحرب في الكره الحديديه. اذا يوم السبت يوم حافل، يوم للندوات، يوم علمي بامتياز. سيعرف خلال من الساعه 10 صباحا ندوات علميه جد مهمه في مجال تحسين المراعي وتدبيرها، وسيؤطره أساتذة وباحثون معروفين على الصعيد الوطني والدولي من وزارة الفلاحة. كذلك اليوم الثاني سيعرف قيام أنشطة رياضية في مساء، وستعرف الليلة الختام، وسنتبع جميعا السهرة الفنية الكبرى. هذه السهرة تم استقدام فنانين كبار أمثال سعيد الصنهاجي، سعيد الشرف، حسس 40، والفنان مولاي أحمد الحسيني. التنشيط للأستاذة الكبيرة في لطيفة أحرار وهي بنت المنطقة اللي كنشكروها على التضحية ديالها. إذن كنشكر جميع المساهمين الذين والشركاء ديالنا في المهرجان. كنشكر جميع الجمعيات الرياضية والثقافية والفنية المحلية التي ساهمت معنا والتي ساعدتنا في إنجاز هذه الفقرات. أشكر السيد عامل صاحب جلالة إقليم بولمان على مجهوداته وعلى تعاونه الدائم لإنجاح هذا المهرجان. كما لا يفوتني إلا أن أشكر جزيل الشكر الجسم الإعلامي وخاصة الإعلاميين، هذا الطاقم الإعلامي الكبير الذي حل بمدينة ميسور لمتابعة هذه المجال وتغطيته. أشكرهم شكرا جزيلا وأتمنى لهم إقامة طيبة بمدينة ميسور، وشكرا جزيلا لكم.